السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الثالثة ثانوي والمقبلين على شهادة البكالوريا. إذن اليوم سأقدم لكم مجموعة من المقالات الفلسفية المقترحة. إذن المقالات الفلسفية المقترحة لسنة 2021. إذن لقد كما تقدمت وتكلمت سابقا عن المقالات الفلسفية المقترحة، وبعد التقائي بأستاذ فلسفة وهو أستاذ قديم جدا في هذه المادة، معناه لديه خبرة كبيرة، قدم لي المقالات الفلسفية المقترحة بقوة لهذه السنة لشعبة آداب وفلسفة. إذن سأبدأ بتقديم المقالات المتعلقة بالفصل الأول. معناه هذه المقالات عندما يبدأ الأستاذ في شرحها في القسم، ركز معه جيدا وحاول أن تأخذ كل النقاط المهمة في هذه المقالة، وحاول أن تبحث عن مقالات متعلقة بها عبر الإنترنت وقم بحفظها حفظا جيدا. إذا نبدأ بالمقالة الأولى متعلقة بالفصل الأول، اللغة والفكر. إذا وهي عبارة عن مقالة مرشحة بقوة لهذه السنة إن شاء الله. ثانيا، طبيعة الذاكرة مادية، أو طبيعة الذاكرة مادية، نفسية، اجتماعية. المقالة الثانية أيضا مرشحة بقوة لهذه السنة، المقالة الثالثة العادة. هذا فيما يخص مقالات الفصل الأول. الآن ننتقل إلى الفصل الثاني. المقالة الأولى في الفصل الثاني هي العدالة، وهذه المقالة ستكون مرشحة بقوة لهذا العام إن شاء الله. اثنان، الأسرة أيضا لما فيها من أمور مهمة جدا تتعلق بالأوضاع الراهنة أيضا في البلاد. ثلاثة، الأنظمة الاقتصادية. الأنظمة الاقتصادية. ورابعا وأخيرا الحقيقة. إذا إن شاء الله تكون مقالة من هذه المقالات موجودة في موضوع بكالوريا لشعبة آداب وفلسفة 2021. وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا ويرزقكم النجاح بمعدل جيد ومقبول إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.